السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله تكونوا ملاح وتكونوا في احسن الاحوال. كما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم وصفه جاتو يعني حلوه جافه وبمقادير بسيطه، وتقطع لكم كميه مليحه وتجي تذوب في الفم بالمربى والكوفريت، تجي بزاف بنينه. دوك نوري لكم الشكل تاعها ومن بعد ندوزوا لعمليه طريقه التحضير. هنا هاي اللي بعد لي خدمتها وكامل، نوريكم كيفاش تجي طريه تجي تذوب في الفم وديروها ان شاء الله. نفتح معكم هنا الحبه باش تشوفوا القوام تاعها كيفاش يجي، والتزيين يقعد ليكم. شوفوا شحال تجي طريه وتجي تذوب في الفم، شوفوا تجي تفتت وحدها. ونروحوا مع بعض لطريقه التحضير. هنايا الكميه دوك تجيكم شويه كبيره، راح نمدها لكم المقادير. نتوما لا جاتكم كميه كبيره قسموا على زوج، باسكو انا خدمت انا وماما، خدمنا يعني خدمنا بات وحده ونقسموا الحلوه. هنا كما راكم تشوفوا نتوما ديروا مارغرين ولا زبده كما حبيتوا، ديروا 500 غرام. كما قلت لكم هذه الكميه تقطع لكم كميه بزاف، نتوما من الاحسن ديروا النص تاعها. هنا ماما خلطت، دارت مارغرين ودارت زبده نورمال، ديروا نتوما 500 غرام زبده، ومن الاحسن تكون طريه، ونزيدوا معها زوج كيسان سكر حرش. نتوما كما قلت لكم لا درتم 250، ديروا كاس تاع السكر. كما قلت لكم 500 غرام زبده، زوج كيسان تاع سكر سكر حرش، وزوج كيسان تاع الزيت. يعني هذا الكاطو فيه ميلونج، فيه الزبده والزيت، والحلويات معروفه بلي الحلويات تاع الزبده والزيت تجي يجو بنان ويجو يجو يعني فيهم ذوق مميز، يجو طريين او ميم طون يجو فيهم واحد القرمشه، ماشي يجو يابسين، يجو طريين، يجو ما شاء الله. كما قلت لكم زدنا زوج كيسان تاع الزيت، ودائما في الحلويات تاعنا نديروا القريصه تاع الملح، ونخدموا هنايا كلش بالباتور باش نتحصلوا على شكل تاع بوماد هكذاك باش ينسجموا لنا المقادير. واللي ما عندهاش تخدم مليح بيدها حتى ينسجموا لها كامل المكونات ويولوا على شكل بيض. هاوليك شوفوا كيفاش ولات لنا اون ديغي موس. هنايا واش لاغوم واش درنا، دارت ماما هنا عطر الشوكولا، وانتم يرجع لكم تحبوا ديروا لافاني تحبوا ديروا، المهم احنا درنا كما قلت لكم عطر الشوكولا وقيل ذوق القهوه، وانتم ديروا واش تحبوا. وهنا عندنا ربع حبيبات تاع البيض، كما قلت لكم لا حبيتوا الكميه تجيكم قليله قسموا. واش ديروا في نص الكميه؟ ديروا 250 غرام زبده، كاس سكر حرش، كاس تاع الزيت، زوج حبيبات تاع البيض، وديروا زوج خماره الحلويات. واللي دارت كما انا دير ربع خميره الحلوى. كما قلت لكم زدنا ربع حبه تاع البيض هنايا في لاباط، ونزيدوا نخلطوهم بيان بالباتور، ومن بعد نضموا بالفارينه ونديروا الخميره. هنا راح ندير ربع شكاير من وزن 10 غرام. ان شاء الله نكون فهمتكم، تكونوا فهمتوني. هنا نبداو نزيدو في الفارينه. هنا الفارينه تاع هذا الوقت راهي تجي، كاين انواع من الفارينه اللي تشرب بزاف الفارينه، وكاين انواع اللي ما تشربش كامل الفارينه. تما نتوما روحوا غير بالعقل بالعقل وشوفوا، خدت العجينه جوست ما تطموها وتبداو تطمو في الماء نتاعكم، تعاودوا تغسلوهم تولوا ليها تلقاوها نشفت، معناتها ما تكثرولهاش لا بزاف الفارينه حتى تولي مشقه. هنا ماما هي اللي دارت الحلوه تاع اليوم هي، ومن بعد نقسموا انا وياها، خاطرش الاغلبيه نديروا انواع تاع الحلويات كيف كيف هكذا باش ما نعياوش. وتبدا تطم لاباط ديالها. والحلويات كامل تاعنا كما دائما نقول لكم هاد النصائح خاصه للمبتدئات، نطمو باطراف الاصابع باش العجينه تاعنا ما توليناش الاستيكي وتجينا معلكه، ما تجينا يجينا جون يابسه، نطموها غير بالاصابع تاعنا. والفارينه تاعنا لازم دائما تكون مغربله باش نهويو الفارينه تاعنا والحلوه تاعنا تجينا خفيفه. هنا شوفوا القوام تاع لاباط الطريه مي متلصقش في اليد، شوفوا شوفوا نزيد نوري لكم، نقدروا نشكلوها دوائر يعني دي بول وما تتشققناش.
خاطرش اذا يبستوها بزاف تجيكم ناشفه. هنا نديرهم كامل ديبول وزنتهم باش يجوني كامل على حبه، وزنت 25 غرام كما قلت لكم، وانتم كما حبيتوا اللي تحب الحبه ما تنساوش. خاطرش دوك نزيدو ندير لهم كي يطيبوا ندير لهم المعجون وندير لهم الكوفريت، خاطرش يزيد الحبه تزيد تكبر. هاد الوزن اللي عطيته لكم يجيكم سوا سوا. تقدروا ما ديرولهمش الكوفري، تقدروا تغمسوهم في الشوكولا كيما حبيتوا التزيين، تقدروا ديروهم في المعجنات كوكو، نديروهم هكذايا شكل دائري، ما نبلاطيوهمش ما نديروهمش بلا، خاطرش هما كي نديروهم نحاولوا نديروهم شويه واقفين هكذايا، خاطرش كي يطيبوا يحبطوا شويه. ونديروهم في الفرن يطيبوا، ما نقولهمش النار، بما انهما ديبول يشدونا شويه الوقت، مي بصح ماشي بزاف، جوست نشوفوهم نشوفو كيفاش راني ندير الطريقه هكذايا. لابول تاعنا تكون بهذا الشكل، شوفوا يعني نسيت نوري لكم بالتدقيق هذه الوصفه، خاصه البنات الصغار عواتق يحبوا يديروا هكا لي غوسات وكامل يفرحوا الامهات ديالهم، يديروا هكا وصفه تكون اقتصاديه، وخاصه الوقت اللي رانا فيه مع الازمه هذه نحاولوا نديروا غير الحلويات الاقتصاديه واللي تكون اقتصاديه وتقطع لنا كميه مليحه. هنا كنت راح ندير شكلين، كنت راح ندير شكل كيما هكا بالطول، تقدروا ديروا الشكل كيما هكايا كيما الحبه تاع الكوفريت وترمدوها ثاني في المعجون والكوفريت تجي بزاف هايله. انا كل عيد ندير هذه الوصفه. هنا هاملك بعد اللي طابوا، مين نتوما ما طيبوهمش هكا حموره، حنايا غفلنا عليهم مع الفطور وكامل، ولا غير غفلنا عليهم حمارونا، طيبوهم مع البلون. شوفوا شحال قطعت لنا من حبه، قطعت لنا الله يبارك. ودوك هنايا ماما واش دارت، شدت باكي تاع هنايا هاد الكميه داتنا 3 باكيات تاع الكوفريت وسكرفجناهم. لا كان عندكم الكوفريت هذاك اللي يجي فيه الشوكولا بزاف يجي شغل يتلبز لكم سكرفجوه، ولا كان الكوفريت تاعكم جاي ناشف معليش فتوه غير بيديكم. هنايا نبدا ندير بالبانسو وما ديروش من التحت من الاحسن، واللي حبت ترمدها كامل دير نديرو بالبانسو ونرمدوها في الكوفريت ونديروها في الكيسات. هذه هي الوصفه تاعنا، ان شاء الله تعجبكم. كما قلت لكم نحاول، يعني كاين بزاف اخوات عجبوهم الوصفات اقتصاديه وفي متناول الجميع، كاين اخوات جربوا الحلوه تاع الشوكولا اللي درتها لكم بالبيمو وعجبتهم، نشكركم بزاف على الثقه تاعكم. هنا بعد اللي كملتهم درت لهم زيكزاك بالشوكولا، شوكولا عادي دوبنا شوكولا وما ديروهاش خفيفه بزاف باش تشد لكم هذاك الزيكزاك ما يطيح لكمش، ونخلوها تنشف ونديروها في علبه تاع بلاستيك، ولا درتوها في علبه تاع بلاستيك تولي ماشي غير دوب في الفرن تولي بزاف طريه، وهادو ما خليناهم سامبل هكا. هنا بعد اللي حطيتها لكم في الكيسات، يعني انا مازال باش نحطها في الكيسات انا وماما حتى يقرب العيد ان شاء الله، حطيتها لكم ليكم هكا باش تشوفوا الشكل النهائي تاعها، ان شاء الله تعجبكم وتجربوها، الاهم انكم تجربوها وتنجحوا فيها. يعني هذه مقاديرها جد بسيطه، تبعوا الخطوات هكذا باش تنجحوا فيها. ودوك نزيد نفتح لكم من الاخير باش هكا تكون عندكم يعني باش تتحمسوا وتجربوها. هاني فتحت معاكم لهنا الحبه هكا كما قلت لكم، شوفوا القوام تاعها كيفاش يجي، تجي بزاف طريه. وهاد الحلويات هما اللي يجوا على قلبنا مع في العيد وكامل مع قهوه حليب يجوا بزاف هايلين. الى هنا حبيباتي نضرب لكم موعد في فيديو واحد اخر، نقول لكم تهلاو بزاف في روحكم وصحه فطوركم.